الشورى القائم، أود أن نقرأ الفاتحة ترحما على ملك ملاك التي غادرتنا الأسبوع الأخير، ومن خلالها على كل نساء ورجال الإعلام، وكذلك هي مناسبة لنقرأ الفاتحة ونترحم على كل قريب أو قريبة للأخوات والإخوان الحاضرين معنا في هذه القاعة. ملكة ملاك ماتت وهذا قضاء من القدر، لكن اسمحوا لي وهذا تعبير ربما شخصي، ملكة ملاك ماتت قبل أن تموت واغتصبت في عذريتها الصحفية. استسمح هذا التعبير، قد لا يكون جائز لأنني مرتبك شيئا ما، حيث أعرف أنني أتناول الكلمة أمام رجال القلم، وبطبيعة الحال كلمتي لن تبقى إلى مستوى الأخوات والإخوة الذين يطوعون الكلمات. لنقرأ الفاتحة. المفروض أن أهيئ كلمة، ولكن دائما اعتبرت أنه عندما تهيئ كلمة يصبح الذي يلقي الخطاب مقيد بمحتوى الكلمة، ففضلت أن أرتجل نظرا لتأثير الحضور ونظرا أحيانا لتأثير القاعة. لما جت الفكرة ديال التضامن مع عزيزنا عبد القني، تكلمت إحدى المساءات قبل الجلسة الأولى التي تمت مؤخرا في المحكمة الفدائية في الرباط، قلت له أنا صديق وعيت لك باش نأكد لك تضامني معك المساندة ديالي لك، وأنت صديق وأنت أخ، أنت كتحاكم اليوم وهذا شرف لك، ولكن ما عرفتش كيفاش غادي نسمي هذا القدر، ربما الصدف شاءت أن أنا اللي كنت نتكلم معك، كنت معنا هذه 23 سنة في تغطية الأحداث، في تغطية المحاكمات اللي عاشتها المنطقة، لا أقول تفلت وإنما أقول دائرة تفلت بكل جماعتها، وأقول كل إقليم خيست. بغيت هذاك الكلام اللي قلت لك أستاذ عبد الله في التليفون، وعادة حنا كيمكن نعبروا على الود وعلى المحبة للشخص لما كنكونوا بجوج، وكيصعب نقولوا عنهم نتضامن معك نساندك، وهذا أقل شيء بالنسبة لنا حنا في هذه المنطقة نديروه معك. ولماذا بالضبط عبد الله البقالي؟ ولماذا نتضامن نحن مع عبد الله البقالي؟ عبد الله البقالي عنده علاقة وجدانية مع تفلت، وما كانش ممكن لنا نخليو هذه المناسبة تدوز بلا ما نسجلوا هذا الوقوف أو هذه الوقفة معه. وبغيت نقول، وهذه مناسبة ما كانش خاصني نقول هذا الكلام، ولكن هذه يومين كنعيشوا واحد الوضع غير طبيعي. نتضامن هذه من تقاليدنا ومن أعداد من العادات ديالنا في المغرب. أي إنسان كيمشي للمحكمة كنكونوا في جنبه، ما كندخلوش في الحيثية الأخرى. أي إنسان كيمشي للمستشفى كنمشيو عنده. أي إنسان لا قدر الله كان في السجن كنزوروه، ولما كيخرج كنزوروه. ولهذا أنا ما عرفتش علاش بعض الناس، وباش نقولها بعض المسؤولين الكبار، كيقولوا لنا ما الفائدة من التضامن؟ حنا كنقول لهم ودي أقصى ما يمكن توصلوا له في هذا الشيء. السجن السي عبد الله البقالي شرف، سجنوا ناس قبل عبد الله البقالي، سجنوا ناس المناضلين في هذه البلاد، دوزوا سنين 20 عام تيفوت هذا وطبعا. ولكن كنذكرك سيدي اللي كتقول لي علاش كنحتفلوا، كنقول هذا المساء أن هذه المدينة تعودت على هذه الأمور، وكتفتخر على أنه إدريس بن زكري ولدها وولد دائرتها وراه دوز 17 سنة، وكان منعت واحد عددتي الأمور، وكان يوصف واحد عددتي الأوصاف، ولكن شاء القدر أن تتغير الأحوال وأن يصبح شخص قدم الكثير في إطار
السلم الاجتماعي وفي اطار استقرار هذا البلد اللي احنا كذلك ما كنقولوا له الا السلم. احنا تضامنا مع السي عبد الله البقالي هو تضامن في اطار هذه المعركه اللي كناخذوها جميع من اجل ان تسود العداله، ان تسود الحريه، ان يبقى الشعب ذو كرامه. هذا تفسير للناس اللي كيتسائلوا بطبيعه الحال ما معناش انها في القاعه، ولكن احنا كنجاوبهم. وغناكدوا هذا المساله ان هذا التضامن وهذه المسانده ما غادي يبقاش عند هذا الليل، غادي يبقى مستمر. والاكثر غادي نشوفوا مع الاخوان ديالنا في المغرب كامل ما هي الخطوات اللازمه اللي خصنا نديروها حتى 19 ابريل موعد الجلسه المقبله للاخ عبد الله البقالي. ف ما بغيتش نزيد اكثر من هادشي. لحظات مؤثره عشناها مع السي عبد الله البقالي في تحت باش نتقاسمها معكم، ما بغيتش ناخذ كثير من الوقت ديالكم. غادي نخليكم مع لقطات وفي البدايه كنعتذر على السماع الى مدينه الفتى المناضله. المحاكمات اللي كانت كتجرى في المساس، فانتم كتشوفوا
كنسبوا دائما الساعه بلاد قليل والمقدمه حاكم التقميصات تبدا في جو متوتر. شوفوا الاعداد اليوم واليوم ايضا بميناء، قبل اليوم 31 معتقل امام المحكمه من المنطقه غير ذاك النهار. هذه الطيارة أخرى ديال الساعة بلاد القلي، شوفوا صور من أجواء المحاكمة السياسية الجديدة للمناضل سيدي علام الحراوي حول تزويق الانتخابات في دائرته. إذا الساعة بلاد القلي المقال الذي يحاكم عليه اليوم كان أشار لهذا الشيء في التسعينات، ماشي حتى ل 2015، وكتشوفوا كثير من الصور. هذه امرأة لما سمعت منطوق الحكم او الحكم على ولدها سعيد بن وزي الله يذكره بالخير اصيبت باغماء وكادت ذاك النهار كانت غادي تموت لانه ولد ديال جالس. شوفوا الاجواء اللي مقال اخر دائما مع السي عبد الله القالي كيقول الملف طابع سياسي وهو استمرار لتدخل جهاز الاداره في افساد العمليات الانتخابيه. شوفوا هذا العنوان في افساد العمليات الانتخابيه في 93، بعد 23 عام مازال كنتحاكموا على نفس العمليه. فدائما كتشوفوا واحد الصوره ديال المراه اخرى اللي صارت اغماء، ولكن المثير الاخوان والاخوات كتشوفوا واحد الصوره ديال بنت صغيره اللي عمرها انذاك 14 شهر وكانت هي في الحبس، هي تعتقلت في السجن، واللي كان سماها سي عبد الله الخالي أصغر سجينة في العالم. هذا المقال ربما غيتفاجئ سي عبد الله الخالي غيقول كيفاش خميس أنها تطيق. فالعالم تحكم اليوم من في شخص عبد الله الخالي، ولكن كذلك العالم حكمت أو كانت تحكم في ديك الفترة في 92 لأن الدعوة كانت رفعت لها أو عليها ضدها من تيفلت أيضا، فهذا كبير مفارق. عبد الله القالي كان صحفي كيجي في مهمة تطهير، ولكن هذا الموضوع عمري ما تكلمت أنا بها فيه. يمكن تأثيره المشاهد اللي كان كيشوفها يوميا والاجواء فاش كتدوز المحاكمات نشر هاد ما بنسميش مقال يمكن خواطر في الصفحه الاخيره بسمع اوراق انتخابيه، قال تفلت فرحه يوم الخميس فرحه يوم الجمعه. المحاكمات مستمره، اسئله مثيره للدهشه في قضيه ملف تفلت وسيدي علام الحرام. ما غنقراش عليكم المضمون، ولكن باش كتشوفوا واحد الرقم في ملف 78 مواطن. كثير من الاخوات والاخوان هنا او كانت رقم في تيفلت ما عرفوش